بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير يا شباب. النهارده معانا موقع او جزء داخل موقع خاص بإدارة العمال في فندق، عمال الصيانة وعمال النظافة. الفكرة هنا ان الفندق بعد يعني لو في مشكلة في غرفة بتتحول على الصيانة، فبيتم التبليغ للفني بتاع الصيانة ان هو يروح الغرفة رقم كذا بحيث ان هو يعمل صيانة فيها، تمام؟ وكذلك الغرفة مثلا لما انتهت الإقامة وبتتنقل ما بين اتنين أو في نظافة هتتعمل في الغرفة، برضك بيتم إبلاغ العمال بالعملية. طيب العملية دي كانت بتدار عن طريق الواتساب وعن طريق الاتصال من الاستقبال مش عن طريق موقع، فكان بيحصل تأخير كتير ولخبطة كتير وتعطيل للعمل. فكانت الفكرة هو إنشاء برنامج داخل الموقع بتاعهم هيقوم بالخدمة دي، وكان هو ده البرنامج اللي قدامي. كل غرفة عليها باركود، ان هم اهم حاجة عندهم ان العامل بعد ما يستلم او يقول خلاص ان هو استلم الطلب، ان هو يروح الغرفة عشان يتأكدوا ان هو فعليا راح الغرفة، لازم يقرأ الباركود عن طريق الموقع عن طريق التليفون بتاعه. خلينا نخش باسم مستخدم سيد وكلمة سر 1 2 3. اول حاجة طبعا هو في اضافة مستخدمين، يقدر يضيف المستخدمين، فئات من المستخدمين سواء العمال بتاع النظافة او متابعة الصيانة أو الاستقبال والإدارة. عندنا هنا البحث في المستخدمين، لأن برضك الإدارة أحيانا بتحب إن هي توقف مثلا واحد منهم لو استقال أو نزل أجازة، فبيقدر إن هو يوقف الحساب بتاعه بتغيير كلمة السر أو بتغيير الصلاحية بتاعته، تمام. بعد كده عندنا طلب الإصلاح، وده بداية الشغل بتاعه. طلب الإصلاح، العمل المطلوب إن كان إصلاح أو تركيب أو فحص، تمام. مين اللي هيقوم بالعمل ده؟ فلان الفلاني، وليكن خلينا نروح عند محمود مثلا. طيب العمل ده في تاريخ النهارده ولا ممكن العمل ده يكون بكره او بعده؟ ممكن يعمل اي يعني شغل هيتعمل مثلا بعد يوم او يومين، تمام. مكان العمل، هما زي ما قلت هم عندهم باركود للغرف، تمام. ففتحنا الموقع ده وجبنا عشان بس ننشئ من خلاله الباركود. الغرف عندهم هي عبارة عن حرف 750 مثلا، تمام. طبعا هو أنشأ الباركود أهو، بقدر إن أنا أنزل الباركود ده، طبعا لو لسه هنخليهم يطبعوه يعني، تمام. الصورة بالشكل ده مش هتقرا معانا على الباركود، خلينا طب مش وقتها دلوقتي، تمام. أنا كده كتبت مثلا A750، ده رقم الغرفة. عطل في الهاتف، تمام. ايه العمل ده؟ مهمة جديدة او حاجة مهمة او تم التسليم او جاري او مغلق؟ طبعا خلينا نقول مهم، تمام. كده اقدر ان انا بفتح طبعا اشعارات تحت بحيث ان انا ابدا اضيف، لو هضيف صوره للعطل هضيف حاجه بحيث ان العامل يبقى شايف قبلها، او لو هكتب له ملاحظه او مثلا درجه السرعه، دي ملاحظات تبع الريكوست ده، تمام. اقدر ان انا اضيف صوره، طبعا هنا بيقول لي مين اللي ضاف الريكوست ده واخر تحديث تم عليه امتى، تمام. عندي هنا في الطلبات المفتوحة، أي طلب مفتوح بيظهر معايا هنا، ده الطلب اللي أنا لسه ضايفه حالا. أي طلب نضغط عليه بيتفتح لو عايزين نعدل عليه أو نضيف حاجة جديدة طول ما الطلب لسه مفتوح، تمام. عندنا طبعا هما شغلهم كله من الهاتف، ما كانش مركزين على شكل الشاشات من الكمبيوتر. هنا الطلبات المغلقة، أي طلب مثلا ده في التاريخ 7، ده الطلب اللي انتهى في تاريخ 7، لو قلنا له الطلبات من يوم 5، دي الطلبات طالبين، ماشي، تمام. ممكن لو كتبت أي كلمة في البحث يبدأ يدور عليها في الطلب. الطلبات المفتوحة، الطلبات المغلقة، طبعا كل واحد يقدر يغير كلمة السر الخاصة بيه. هنخش دلوقتي من التليفون من حساب محمود ونشوف شكل الموضوع عامل ازاي. هو الأساسي بتاعهم إن هم بيشتغلوا من التليفون، فخلينا نخش بحساب سيد تاني من التليفون. دي كيفية الإضافة، خلينا نقول برضك هنا في تاريخ النهاردة، إصلاح الموظف اللي هيقوم بالطلب، محمود مثلا، مكان العمل،
لو كتبت مكان فلان مثلا، اي بيانات هنا والحالة، ونضغط جديد. تمام. طيب خلينا نشوف شكل الطلبات. الطلبات المفتوحة، ده الطلب اللي عملناه من شوية من الكمبيوتر. جميع الطلبات المفتوحة بتظهر معايا. طبعا اي طلب بضغط عليه بيتم فتحه. الطلبات المغلقة نفس النظام، بس بحدد له طبعا تاريخ يبدأ منه، وفي إمكانية بحث كمان. دي الحاجات اللي خلصت. عندنا تغيير كلمة السر، لا شيء عادي تغيير كلمة السر. ماشي، نعمل تسجيل خروج ونخش بمحمود. الشاشة عند مندوب التصليح صغيرة شوية، عندي بس الطلبات المفتوحة. طبعا هو هنا جاله طلبين، الطلب الأولاني والطلب التاني. الطلب الأولاني اللي عاملين فيه باركود صحيح، أول ما بيفتح الطلب نلاحظ إن هو ما بيكونش قادر إن هو يعمل تعديل أو حفظ على الطلب. تمام، الطلب بيكون بالشكل ده. فخلينا نيجي هنا، طبعا ده الباركود. لو جيت على الباركود طبعا اقرأ في ساعتها أقدر أعمل فتح ويشتغل معايا. بعد ما ضغطت فتح بقيت عندي زر حفظ، اقدر اضيف اللي انا عايزه. طيب الباركود طبعا مش من الموقع، الباركود هيشتغل من ثواني. ندخل تاني على الطلبات المفتوحة. تمام، فتح الكاميرا، نفتح الصورة. لو فتحنا الصورة وكانت الصورة، عشان بس لو حد هيشتغل باركود الصورة بالشكل ده، خطوط ضلمة وسط مساحة ضلمة، طبعا ايه الكلام ده، مش هيقرا الباركود نهائي. لازم الخلفية بتاع الباركود تكون بيضة. ده الباركود، اول ما اجي على الباركود قرأ، اعمل فتح. فكده فتح لي الطلب، اقدر ان انا اقول له مثلا اوكي تم الاستلام، واكتب له هنا ملاحظات الاستلام مثلا، واقدر ان انا كمان افتح الكاميرا وصور. تمام، وارفق ده مرفق يكون مع الطلب. خطوة ما يقدرش العامل زي ما بيقولوا يلعب بيهم. طيب لسه ما اقدر في حاجتين. حولها لتم او مغلقة. نصور صورة الحاجة بعد ما تمت، يبقى كده الدايرة كلها اتقفلت. طبعا بيظهر في الإدارة إن مفيش طلبات مفتوحة، خلاص الطلب ده كده اتقفل. لو دخلت حتى من هنا أقول له عايز الطلبات المفتوحة، ألاقي الطلب واحد بس اللي لسه موجود، والطلبات كلها الباقية اتقفلت. العامل ما بيشوفش الطلبات اللي هو خلصها. العامل من بين شغلهم إن يشوف بس الحاجات اللي راحت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.